الإبداع في مواجهة الإرهاب، شعار مهرجان الإسماعيلية الدولي للإعلام المحلي والإقليمي، ومحاولات لإبراز وجوه إعلامية جديدة. متابعات لآخر الفعاليات الخاصة بمؤتمر تجديد الخطاب الديني، اجتماع شيخ الجامع الأزهر بالمثقفين والعلماء أيضا من أجل التواصل والتأكيد على قواعد ومبادئ تجديد الخطاب الديني. وجولة عبر منشطات وعناوين الصحف الصادرة صباح اليوم، وزيارة إلى بلد صاحبة الجلالة. أيضا سنكون معكم مع آخر أخبار الرياضة والاقتصاد في مصر والعالم العربي والعالم، ومع تردد أنباء عن حالة الطقس اليوم وأنها من المتوقع أن تسجل ربما أعلى معدلات تشهدها القاهرة أو مصر بشكل عام على مستوى العالم. بالتأكيد ستكون لنا وقفة مع حالة الطقس. عموما هذه توقعات رجال الأرصاد، لكن الجو لغاية دلوقتي كويس يا رميس. أعتقد يعني على أي حال هذا الصباح يبدأ معنا بعد هذا الفاصل. صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا، وزي ما تعودنا هنبتدي يومنا بالنشاط وبالتمارين الرياضية. نجهز نشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا تاني وهنبتدي تمريننا مع بعض. هنبتدي نشوف النهارده شكل من اشكال التدريب، بنسميه التدريب الدائري، وده بيبقى فيه مجموعه من التمرين، ما بيبقاش تمرين واحد او اتنين، بيبقوا اكتر من تمرينين، ونبتدي ان احنا نتنقل ما بين التمارين وبعضيها. نبتدي ان احنا نعمل مجموعه على التمرين الاولاني، في التاني، في التالت او اكتر، ونبتدي ان احنا نكرر الدايره مره كمان. تعالوا نشوف بقى بشكل عملي هنعمل ايه. هنبتدي ان احنا ننام على ظهرنا، وهنعمل تمرين للظهر او للبطن، بس هنعمله باداه، هنعمله بالميديسن بول او بالكره الطبيه. الكره دي بيبقى في منها اوزان، يعني زي ما احنا شايفين بيبقى مكتوب عليها رقم الوزن بتاعها، دي 5 كيلو. بيبقى فيه طبعا اتقل واخف، وفي منها اشكال مختلفه، في منها بيبقى فيه القبضه دي، وفي منها من غير، وفي منها بيبقى اشكال مختلفه من الماتيريالز او الخامات اللي بتتصنع منها. نبتدي ان احنا نشتغل تمرين البطن واحنا ماسكين الوزن ده، وده طبعا هيخلي التمرين يبقى اصعب شويه. هنطلع نرمي الكوره، هرجع لك الكوره ونشتغل تاني. نبدا مع بعض، هب هي استنى فوق
اثنين هايل، ثلاثة ربع، أربعة، خمسة، ستة ربع، سبعة، ثمانية، تسعة. كده خلصنا التمرين الأولاني، هنخش في التمرين التاني. هنبتدي إن احنا نستخدم الكتلبل. هنبتدي نمسكها بإيدينا الاتنين، وزي ما احنا بنعمل التمرين السكوات بالظبط أو تمرين الكرفساء، هنبتدي إن احنا نعملها واحنا ماسكين الوزن، وهنشغل معانا كمان عضلات كتفنا واحنا بنطلع لقدام. تعالوا نشوف ازاي. هنبدأ مع بعض. هب. واحد، هايل جدا. زي ما احنا شايفين بيبقى ظهرنا مفرود على الآخر، ركبتنا بتبقى 90 درجة. بحاول إن أنا ما أخليش ركبتي تطلع لقدام، وشغالين بالشكل اللي احنا شايفينه. هايل جدا. استريح. وهنبتدي نشتغل بالدمبلز، نبتدي كمان نشتغل لعضلات الاكتاف الجانبيه. نبتدي واحنا واقفين نشتغل بالجنب. هب. واحد، بص قدامنا، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه. هايل جدا. هنرجع تاني نكرر تمارينا مره كمان. نم على ظهرنا وهنجهز. واحد، اثنين، هايل، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. هايل. نستريح ونرجع تاني نعمل الكتلبل. هنبدأ. هب. واحد، افرد ظهرك، اثنين، هايل، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. هايل جدا. هنرجع تاني نشتغل لعضلات الأكتاف. هوب. واحد، روب، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. هايل. كرر كمان مرة كده. احنا في الراوند رقم ثلاثة او في الدايرة الثالثة. نجهز. هوب. واحد، اثنين، هايل، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. ممتاز. نريح ونبتدي نشتغل كتلبل. هنبدأ مع بعض. هب. واحد، نفرد ظهرنا، اثنين، ممتاز، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. وآخر تمرين معانا نعمله في أربع عدات. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. وبنستريح كده. خلصنا تمارين النهاردة، ونشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. بنجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام. كالمعتاد بنستعرض بعض الأخبار المتنوعة. الحقيقة حالة الجو وما يتعلق بحالة الجو والحرارة المتوقعة اليوم بتسيطر على الكثير من الأخبار، وبتتعلق بها أيضا أخبار أخرى سواء الكهرباء أو غيره. لكن في معانا أخبار الحقيقة طيبة بتهم كل المواطنين، وأخبار يعني إيجابية.
لكن بنبدا بحاله خلينا الجو. نبدا بحاله الجو اللي هي كانت الحقيقه اثارت مخاوف كتير لدى المواطنين في الايام السابقه، حتى وصلت الى نصائح بعدم النزول من المنازل النهارده. من المفترض ان محافظات مصر بتتعرض اليوم لطقس شديد الحراره، هيئه الارصاد الجويه نفسها حذرت من ارتفاع درجات الحراره لتصل الدرجه العظمى المتوقعه في القاهره ل 45 درجه مئويه. وزاره الصحه دعت المواطنين خاصه بالتاكيد المسنين والاطفال لاتخاذ الاجراءات الوقائيه اللازمه، تجنب التعرض لاشعه الشمس لفترات طويله، تفادي الخروج، اكيد تناول المشروبات المرطبه بكثره، يعني مجموعه من النصائح. ولسه بقى هنشوف الدرجات، يعني في ناس بيقولوا ان درجه الحراره النهارده في مصر نمرة واحد في العالم، من حيث الارتفاع، لكن هنشوف التقرير وأكيد هنتكلم مع أحد خبراء الأرصاد الجوية. تمر البلاد بموجة شديدة الحرارة اليوم الأربعاء، حيث تتخطى فيها درجات الحرارة 45 درجة مئوية في أسوأ موجة تتعرض لها البلاد في مثل هذا الوقت من السنة، خاصة وأننا ما زلنا على أعتاب الصيف الذي يبدأ رسميا في 21 من يونيو المقبل. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس شديد الحرارة تصل فيه العظمى في القاهرة إلى 45 درجة، بينما تصل على الإسكندرية والسواحل الشمالية للبلاد إلى 40 درجة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة على معظم الأنحاء تصل لحد العاصفة غربا، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق وعلى البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج به من 2 إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية. أما البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج به من 1 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. من جانبها دعت وزارة الصحة المواطنين خاصة المسنين والأطفال إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في ضوء الارتفاع المسجل في درجات الحرارة، وتجنب التعرض إلى أشعة الشمس لفترات طويلة، وتفادي الخروج في أوقات الذروة، محذرة من تزايد التعرض للإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري. وأوصت وزارة الصحة في بيان لها بضرورة الحرص على المشي في الظل وارتداء قبعات على الرأس وشرب الماء والعصائر الطبيعية وتفادي المشروبات المنبهة بكافة أنواعها والمشروبات التي تحتوي على السكريات، وضرورة تناول الوجبات بصفة عادية حفاظا على الأملاح المعدنية بالجسم. أما بالنسبة للمسنين فيجب الحرص على البقاء بالمنزل في الغرف الأكثر برودة مع إغلاق الستائر نهارا وفتح النوافذ ليلا. طيب دي النصائح العامة اللي بينصح بها الخبراء، خبراء الصحة والأرصاد الجوية، لكن بالتأكيد معنا اتصال إن شاء الله مع أحد الخبراء علشان يكلمنا على الطبيعة النهاردة. طيب خلينا ننتقل إلى خبر آخر، ده خاص بوزارة الكهرباء. الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أعلن عن استعدادات الوزارة لمواجهة أحمال حر الصيف. يمكن كنا بنتكلم برضو على ارتباط وزارات كثيرة وأعمال كثيرة بالطقس، زيادة بالتأكيد زي ما قلنا استعدادات الوزارة لمواجهة أحمال حر الصيف وامتحانات نهاية العام الدراسي والجامعات، وأيضا قدوم شهر رمضان المبارك، وهو ما يتزامن زي ما قلنا مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ. الأمر اللي قالت وزارة الكهرباء أنه بالتأكيد هيأثر على كفاءة تشغيل محطات إنتاج الكهرباء وشبكة النقل ومحولات التوزيع وغيرها من معدات الشبكة. طبعا وزارة الكهرباء بتحاول جاهدة من خلال عقد اتفاقات مع شركات أجنبية، من خلال تجديد الشبكة الكهربائية، توفير تغذية كبيرة للأحمال، إصلاح وصيانة المعدات الموجودة بالفعل والأجهزة اللي موجودة بالفعل. لكن الوزير أيضا أكد أنه في إطار سعي قطاع الكهرباء لتأمين هذه التغذية لجميع أغراض الاستخدام على مدار الساعة، بيناشد المواطنين التعاون بترشيد استهلاك الكهرباء وتأجيل الأحمال غير الضرورية وقت الذروة. طبعا ده شيء طبيعي وبيحدث في كافة أنحاء العالم، أنه في وقت الذروة لابد أن يكون هناك ترشيد لعملية الاستهلاك الكهرباء لكي يعني لا تنقطع ولا نضطر إلى
مواجهة مشكلات كما حدث في الصيف الماضي. بالتأكيد يعني هو في أخبار كثيرة خاصة بوزارة الكهرباء أن بيبقى في دلوقتي عمليات صيانة وإحلال وتجديد للكثير من المحطات وزيادة القدرة الإنتاجية للكثير من المحطات. طيب من أخبار وزارة الكهرباء إلى خبر صار بالتأكيد لموظفين في الدولة، وزارة المالية أعلنت أنه هيتم صرف مرتبات وأجور العاملين بالدولة بما فيها المحول منها على البنوك الخاصة، ودي مرتبات شهر يونيو المقبل. التحويل أو صرف المرتبات هيكون يوم 15 من ذات الشهر، وده بالتأكيد بمناسبة قرب انتهاء وإقفال العام المالي الحالي 2014-2015. يمكن ده بيثير سؤال تاني، لو قبض العاملين مرتب شهر يونيو في 15 فتبقى في مشكله في اغسطس. لكن وزاره الماليه بقى لاحظت الموضوع ده، نقطه مهمه جدا على فكره، فقالت ان صرف مرتبات اغسطس هيكون يوم 20 من اغسطس عشان يكون الفرق برضو ايه يعني. طب هي بالتاكيد اخبار مطمئنه بالذات كمان واحنا يعني على اعتاب شهر رمضان الكريم، بس مطلوب الترشيد برضو يا لميس اكيد يعني هيقبضوا لكن عشان يخلص بسرعه. بالتاكيد. طيب واحنا بنتكلم على شهر رمضان وعن الترشيد، وزارة التموين برضو ليها أخبار وليها نصيب من أخبارنا النهاردة. وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي استعرض مع الدكتور علي جمعة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر الخير مجالات دعم الأسر الأولى بالرعاية، وأيضا كيفية توصيل الدعم إلى مستحقيه، وتوسيع أو توزيع عفوا السلع الغذائية، سلع غذائية مجانية وشنط رمضانية على أصحاب البطاقات التموينية خلال شهر رمضان بالإضافة إلى الحصص التموينية. في بروتوكول بين الوزارة والمؤسسة اللي بيرأس مجلس إدارتها الدكتور علي جمعة، بيتضمن قيام الوزارة بالاستفادة أيضا من الخرائط الرقمية للأسر الفقيرة ومستحق الدعم اللي بتملكها مصر الخير للمساهمة في وصول الدعم إلى مستحقيه. بحث أيضا الوزير مع الدكتور علي جمعة توفير السلع المطلوبة من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وتوفير الوجبات الجافة للخيام الرمضانية وغيرها، جهد مشكور نرجو أن يتحول بالفعل إلى واقع خلال شهر رمضان ويكون مثل يحتذى به أيضا في أيام السنة كلها. بس هي الفكرة ان احنا يعني فكرة التكافل موجودة بشدة عند المصريين ويمكن من زمان، سواء على المستوى الشخصي او على مستوى المؤسسات والجمعيات، والحقيقة يمكن دي من اكتر المميزات اللي بتميز الشعب المصري، يعني نقطة التكافل دي في شهر رمضان وغيرها من الايام الحقيقة. ده حقيقي مش موجود في شعوب كثيرة في دول العالم الاخرى يعني. طيب احنا كان عندنا خبر صار جدا لمستخدمي المواصلات العامة تحديدا في شوارع القاهرة، ولكن قبل ما نروح للخبر ده خلينا ننتقل إلى زميلنا ومراسلنا منذر أبو دوح في الشارع الآن، وأعتقد أنه من أمام مسبيرو ينقل لنا صورة عن الشارع في هذه الساعات الأولى من الصباح. صباح الخير يا منذر. صباح الخير وتحياتي لك وتحياتي لأعزاء المشاهدين. الحالة المرورية اليوم هناك بعض الأماكن تشهد ازدحاما، بداية من محافظة الجيزة، هناك شارع فيصل من ميدان الرماية باتجاه الجيزة يشهد كثافة مرورية عالية، كذلك أعلى كوبري الجيزة يشهد كثافة مرورية عالية سواء القادم من شارع الهرم أو القادم من شارع فيصل، وذلك لوجود بعض الإصلاحات أعلى الكوبري كوبري الجيزة، لكن بعد ذلك تكون هناك حركة يسر وسهولة في التحرك في سواء في جميع الاتجاهات، سواء شارع مراد او المتجه لشارع مراد او المتجه الى كوبري عباس او المتجه الى الجامعه. بعد ذلك كورنيش يشهد سيوله مروريه بعد منطقه المنيب، اسفل كوبري الدائري في منطقه المنيب تجد كثافه مروريه، بعد ذلك تكون هناك يسر في التحرك في اتجاه سواء القادم من المنيب باتجاه المهندسين او القادم من المهندسين باتجاه المنيب. منطقة المهندسين تشهد سهولة في التحرك في الشوارع، لكن عند استخدام المحور والقدوم إلى كورنيش النيل هناك كثافة مرورية سواء عند مدخل منطقة الزمالك وكذلك القادم إلى منطقة الكورنيش. منطقة الكورنيش بالنسبة للقاهرة تشهد كثافة مرورية عالية سواء بداية من منطقة المؤسسة باتجاه ميدان التحرير وكذلك ميدان عبد المنعم رياض، وكما نشاهد الآن من خلال كاميرا زميلي كريم أحمد الكثافة المرورية عالية أمام
منطقة مازبيرو، وهذه تبدأ من منطقة المؤسسة وصولا إلى ميدان التحرير وعبد المنعم رياض. بعد مرور من كوبري قصر النيل نشهد سيولة ويسر في التحرك في اتجاه المعادي وحلوان. القادم من منطقة حلوان والمعادي يشهد كثافة مرورية في أماكن مداخل منطقة المعادي، لكن بعد ذلك تكون هناك تحرك يسير. القادم من منطقة مدينة نصر ومستخدما كوبري أكتوبر يشهد كثافة بعض الكثافة المرورية أعلى كوبري أكتوبر وصولا إلى منطقة ميدان التحرير ومنطقة رمسيس، لكن بعد ذلك تكون هناك تحركا ويسر بالنسبة له. القادم من منطقة المهندسين والجيزة باتجاه مدينة نصر ومستخدما كوبري أكتوبر يشهد سهولة ويسر كما نشاهد خلفي الآن، وصولا إلى منطقة رمسيس هناك منطقة أعلى منطقة رمسيس على كوبري أكتوبر بعض الكثافة المرورية، لكن بعد الانتهاء من منطقة العباسية تكون هناك يسر والتحرك بسهولة على كوبري أكتوبر. هذه بالنسبة للمحاور داخل مدينة القاهرة والجيزة. بالنسبة للدائري، الدائري دائما يشهد كثافة مرورية في ساعات الصباح الأولى في منطقة نفق السلام متجها إلى منطقة الزراعي على الدائري منطقة اسكندرية باتجاه طريق اسكندرية الزراعي، لكن بعد ذلك يشهد يسر في التحرك سواء القادم أو إلى منطقة السلام. دائما تكون هناك كثافة مرورية لزيادة عدد المواطنين أو المتجهين إلى أعمالهم في هذه المنطقة أعلى نفق السلام في طريق الدائري. زميلنا ومراسلنا منذر أبو دوح من أمام مسبيرو ونظرة يمكن عامة وشاملة وصورة أوسع على شوارع القاهرة هذا الصباح، بالتأكيد هيكون لنا متابعات أخرى. طيب احنا كنا قلنا أن كان عندنا خبر صار لمستخدمي وسائل النقل العام تحديدا في القاهرة. محافظة القاهرة أعلنت أنها تسلمت أمس 230 أتوبيس نقل عام جديد بساحة القلعة، وده كدفعة تانية من العقد الموقع لتوريد 600 أتوبيس خدمة شاقة والمقدمة كمنحة من حكومة دولة الإمارات لتطوير أسطول هيئة النقل العام بالقاهرة، وده بقيمة 550 مليون جنيه، على أن يتبقى توريد الدفعة الثالثة والأخيرة 170 أتوبيس مع نهاية الشهر القادم. الحقيقة زي ما قال المسؤولين في النقل العام وزارة النقل أنه الدفعة الجديدة ما يتميز به هو قرار تشغيلها على الخطوط والمناطق المكتظة بالسكان واللي بتشهد يعني أعداد كبيرة من الركاب ذهابا وإيابا، مناطق كتيرة ما كانش عليها موجود خدمة للنقل العام. القاهرة الجديدة 6 أكتوبر برضو أحمد حلمي كان عليه اكتظاظ وعدد كبير من المسافرين أو الركاب، ده كله بيدعم وبيسهل في حركة المواصلات. الأتوبيسات دي الحقيقة لميس أنا جربتها فعلا؟ مزودة طبعا بشاشات جديدة رقمية فيها حاجات زي اللي موجودة. هو بيقال احتمال يبقى في أتوبيسات مزودة بخدمة إنترنت واي فاي، هل ده صحيح؟ هي حاليا مش موجودة، لكن في النداء الآلي بالنسبة للميكروفون بينادي قائد المركبة دايما في المحطات على الركاب، بيقول نازل المحطة الفلانية قبل المحطة وكده، بحيث ان حتى بس هي هتشمل محافظة القاهرة كلها ولا هتكون في نطاق محدود؟ احنا ما عرفناش الموضوع. هي دي دفعة تانية، لكن حاليا الخطوط اللي شغالة بيشتغل القاهرة الجديدة أكتوبر أحمد حلمي المناطق اللي هي يعني شامله يعني دايره واسعه من محافظه القاهره، دي حتى في حاجات بتوصل لبنها فعلا. يعني القاهره شيء عظيم، يعني اكيد كبرى. اكيد الدفعه كمان الثالثه هتشمل نطاق اوسع، القلوبيه والقاهره والجيزه. طيب خلينا نبعد شويه عن اخبار الوزارات وعن شوارع القاهره ونحلق عاليا مع الانغام الموسيقيه والاصوات العذبه، لكن المره دي اصوات كورال الاطفال. والحقيقه كورال الاطفال ده كان ليه اعمال مميزه جدا بقياده المايسترو الكبير طبعا سليم سحاب. اطفال الحقيقه مبدعين، تم تدريبهم على اعلى مستوى وعلى الحان يمكن كتير منها صعبة الحقيقة على أطفال في سنهم، لكن على أي حال كورال أطفال مصر قدموا مجموعة من الأغاني المنوعة خلال حفلهم الشهري اللي أقيم على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة زي ما قلنا بقيادة المايسترو سليم سحاب، والحفل كان تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة. مش هنتكلم كتير طبعا في التقديم أكثر من كده، لكن نسمع ونشوف كورال الأطفال. إلى صوت يشدو في أوركسترا المايسترو سليم سحاب تغنى الأطفال على ألحانه
لإيصال رسالة أن بالفن تستطيع أن تحقق المستحيل. قضية الجميع أمامها مسؤول، لذلك حرص نجوم الفن على المشاركة في هذا العمل العظيم. أولاً أنا عايز أشارككم في تسقيفة كبيرة للمايسترو سليم سحر على المشروع الرائع لكورال مصر. ما بين سكر وجبار عزفت الألحان لتكون شاهداً على أجيال عدة وعلى أحداث سياسية واجتماعية. عمل معانا مشروع كويس جدا وعملنا كنا نحلم بيه. بدأنا نعمل معسكرات عشان نحفظ الأغاني أكتر. بعد كده أول مرة عملنا في جامعة القاهرة، كل شهر بنعمل حفلة، دي ثالث حفلة لينا والحمد لله يعني الأمر بقى بينجح أكتر. أنا بحبه قوي وبقى زيه لما الماستر الأول جه عندنا واختار أصوات معينة وقعد يحفظنا في أغاني كتير لغاية بقى لما حفظنا الأغاني. التدريب في حاجة مهمة جدا، حاجة نفسية جدا، إنه الطفل يشعر نفسه انه محبوب ويشعر بقيمته، انه هو المجتمع بحاجة له وانه بيعطي حاجة وبينجز حاجة في حياته، فده اللي بخليه يتعلم بسرعة. قدوة ربما ساهمت في تغيير مسار هؤلاء الى الافضل. فاذا اردت ان تتعرف على شعب فعليك بالتعرف أولاً على موسيقى، فهي غذاء الروح ولها تأثير تربوي واجتماعي ملموس. بعد الموسيقى بنتعرف على أخبار الرياضة في مصر والعالم الآن مع محمد عاطف. جولة هيصحبنا فيها محمد عاطف عبر الملاعب الرياضية المختلفة. صباح الخير يا محمد. صباح الخير أحمد. صباح الخير.